إذا صباحكم مبروك متابعينا ومشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا من خلال هذا البث المباشر من مدينة فاس. أمطار الخير والبركة والرحمة، أمطار يعني مباركة صراحة مع هذه الأجواء إن شاء الله الرمضانية على الأبواب، أجواء روحانية بمدينة فاس. وصراحة كنا شاقين لهذه الأجواء، والله كنا ننتظر بشوق تساقط أمطار الخير، ولله الحمد لا زالت تتهطل منذ أمس خيرات مولانا، والنفسية كترتاح مع تساقطات المطرية. اللهم لك الحمد ولك الشكر عليها يا رب، اللهم لك الحمد ولك الشكر. نتمنى على أن الفرشة المائية إن شاء الله تتحسن في بلادنا. شفنا يعني مجموعة من المناطق الويدية اللي ولله الحمد أعمار الحمد لله الويديان، فهادشي كيبشر بالخير. شاهدوا معنا هاد الأجواء الجميلة بمدينة فاس وتحت أمطار الخير والبركة. واش طاحت عندكم نتوما الشا في المدن ديالكم؟ نتمناو على أنكم تفاعلوا وتخليو لنا التعليقات ديالكم. ما كاينش اللي بطبيعة الحال نتوما كتشاهدوا معنا خيرات مولانا ولله الحمد والشكر. الواحد يكثر من الحمد والشكر باش لان ملي كنحمدو كيزيدنا الله من النعم ديالو، فالحمد لله عز وجل على هذه الخيرات باش يزيدنا من النعم ديالو ان شاء الله باذن الله. شاهدوا معنا الحمد لله اجواء روحانيه بمدينه فاس.